مساء الخير، ازيكم؟ يعني انا انتوا في الترانيم بتشتركوا في المحاضره، بتشتركوا ولا بتكونوا مستمعين بس؟ للاسف النهارده انتوا هتشتركوا معانا. يعني ماشي. ما كلمني استاذ سعد بيقول لي هي مش فاهم نفسي، وانا سمعتها صح. قال لي طب ما احنا نخليها مش فاهم شريك حياتي، لان احنا هنتكلم عن حاجه عن الاسره. قلت له ما هو هيفهم ازاي شريك حياته وهو مش فاهم نفسه؟ يعني اصلا السيلف اويرنس او الوعي الذاتي ده هو الدرجه اللي يعني ليفل وحش، اللي انت لما توصل له تقول انا كده ايه، يعني وصلت كده ان انا فاهم نفسي. لان معظمنا بيكون مش فاهم نفسه. عارفين فرويد؟ سيجموند فرويد اللي هو عالم النفس النمساوي الشهير، قال لك ان الانسان ده زي جبل الجليد. قال لك 90% متغطي تحت جبل الجليد، هو ما يعرفوش عن نفسه، متخزن جواه في السبكونشس، في العقل الباطن. فتلاقيه مثلا لما يتجوز يعمل اسقاط على كل اللي اتخزن في عقله الباطن على مراته، وهي لما تتجوز تعمل اسقاط كل اللي اتخزن جوه عقلها الباطن على جوزها، وهما الاثنين يعملوا اسقاط على مين؟ على عيال. وبالتالي بيحصل ايه بقى؟ ان هم كلهم كل واحد بيتعامل بالفيدباك بتاعته، بالخلفيه بتاعته، وبيلخبط الدنيا، وبعدين ما بيعرفش هو ماشي كده ازاي. عموما اقول لكم قصه لحد بس ما الموضوع يجهز. بقول لكم في اتنين عمال طلعوا فوق سطح عماره ارتفاعها 40 دور، وبعدين هم طالعين فاكتشفوا ان الاسانسير عطلان. من غير تفكير ولا اي حاجه خالص قرروا ان هم يطلعوا فوق سطح العماره اللي هي ارتفاعها 40 دور. خدوا مواد البناء وقعدوا يطلعوا الاسانسير، يطلعوا السلالم بمواد البناء، لحد ما اخيرا وصلوا فوق سطح العماره اللي هي ارتفاعها 40 دور. راح واحد بص للتاني وقال له ليك عندي خبرين، خبر حلو والتاني مش حلو. قال الخبر الحلو ان احنا اخيرا طلعنا فوق سطح العماره اللي ارتفاعها 40 دور. قال له الخبر الوحش ان احنا طلعنا العماره الغلط، هي المفروض اللي قصادها بالظبط. يعني عايز اقول لكم ان انتوا بعد ما بتتعبوا بتطلعوا العماره الغلط. ليه بقى؟ انا شايف ما شاء الله يعني في ناس خبره في الزواج، وفي ناس لسه حديث الزواج، حديث التخرج. فيعني ايه؟ هحاول في الكوليكشن ده ان احنا ايه نقرب المسافات بيننا وبين بعض. يعني احنا نبتدي بنمبر 1، اوكي؟ فبالتالي هنقرب المسافات. ده بقى بالظبط اللي بيحصل معانا في حياتنا في الزواج. خلينا بقى نشوف ايه التصور الصحيح للزواج. عايز اقول لكم قبل بس ما ندخل في الموضوع، عايز اقول لكم ايه اكتر حاجه من وجهه نظركم بتخلي العلاقات بتفشل والزواج بيفشل؟ ايه رايكم بقى؟ مفيش تفاهم، الماتشنج، برافو. ايه تاني؟ الذات، كل واحد بيركز على نفسه. ايه كمان؟ اختلاف الطباع، هايل، حلو قوي. حضرتك عدم الاحترام، حلو جدا. مفيش حب، رائع. مفيش ايه؟ مفيش ربنا، حلو جدا. يعني كل اللي انتوا قلتوه ده يعني كده انا اطمنت كده ان انا بتكلم مع ناس فاهمين اكتر مني. يعني طيب كل اللي قلتوه ده صح جدا، بس انا اسمحوا لي بس هضيف حاجه. التوقعات الغير حقيقيه، ان احنا بندخل العلاقه بتوقعات مش موجوده على ارض الواقع. ومين تاخد ليفل الوحش في التوقعات؟ الستات. ليه بقى؟ الست بتدخل الزواج بتوقعات مش موجوده عند الراجل. يعني مثلا على سبيل المثال ان هو لو مهتم هيسال لوحده، والاهتمام ما بيطلبش، وان هي متوقعه. يعني كم من التوقعات اللي هي مش موجوده على ارض الواقع، تمام؟ فمن هنا التوقعات دي مش بتلاقيها، فبيبداوا ايه؟ يقعوا هما الاثنين. طب تعالوا نشوف ايه التصور الصح للزواج. التصور الصح للجواز، ما هو انا مش جاي احبطكم، يعني مش احبطكم وامشي، يعني
الجواز يعني سكن، يعني راحة وأمان. لما الواحد بيتجوز بيتجوز عشان يحصل له إيه؟ استقرار، يبقى عندي شعور بالإطمئنان، أحس إن شريك حياتي ده هو الركن الهادي اللي برجع له آخر اليوم. أكلم آخر كلام؟ ماشي آخر كلام ماشي. أكلمه عن كل لحظة من غير خوف، خدوا بالكم، ولا قلق، من غير ما أفكر في الكلام ولا رتبه، فيفرح لفرحي ويحزن لحزني، أشيل همه ويشيل همي. في نقطة هنا في الجوهرية في النص، حتة إن أنا أتكلم براحتي. في نمط من الشخصيات اللي هي الأوبسيسيف، عارفين الأوبسيسيف بيرسوناليتي ديس أوردر، هي اسمها العلمي إن هي شخصية وسواسية، ده مش اللي عنده الأوسي دي، مش الوسواس القهري. الناس اللي هم عندهم اللوجيك المنطق ده أهم شيء، وإن الست ما ينفعش تغلط، وإن جوزها ما ينفعش يغلط ولا ينسى، وإن ابنها ده لازم يمشي إيه؟ ستريت. الناس دول بيعقدوا أي حد في حياته، لأن هم عندهم شكل من المثالية والكمالية اللي هي مش موجودة على أرض الواقع. تمام؟ الحياة عندهم يا إما أبيض يا إما إيه؟ أسود. لكن الغالب في الحياة هو اللون الإيه؟ الرمادي، اللي هو فيها حاجات حلوة فيها حاجات وحشة، وده طبيعي نمط الحياة. وابن ده هيغلط ودي هتنسى وهو هينسى، فده النمط الطبيعي للحياة. نخفف على بعض ونهون على بعض الحياة، قلنا مخافش نغلط، يزغل كده ولا أنسى، يبقى يعني واحد كده يبرق لمراته أول ما تغلط تحسين هي عملت مصيبة فتبقى مرعوبة، أو هي تبرق لجوزها برضو، يعني عادي بتحصل. لكن إيه يعني إن احنا نكون سند ودعم، ودعم مش كل واحد بيأدي دوره اللي عليه وخلاص. لكن لو فضلنا نتعامل مع بعض على الغلطة وند الند، مش هتبقى ساحة حب، هتبقى ساحة إيه؟ حرب. وهنا بقى هسألكم عن معادلة، خلي بالكم احنا لسه ما تكلمناش ان انا مش فاهم نفسي. هسألكم عن معادلة وتقولوا لي انهي معادلة هي الصح. معادلة في الزواج، اول معادلة بتقول انا زائد انت، يعني واحد بيكلم شريك حياته، انا زائد انت بيساوي انا. تاني معادلة، أنا زائد أنت بيساوي أنت. تالت معادلة، أنا زائد أنت بيساوي أنا زائد أنت. رابع معادلة، أنا زائد أنت بيساوي نحن. فيهم ثلاثة غلط وواحدة صح. التالتة صح، الأخيرة نحن، حضرتك، الرابعة، ثلاثة. طب هحاول إن أنا أوضحها لكم كمان. أنا زائد أنت بيساوي أنا، يعني إحنا الاثنين وصلنا لمرحلة من الانصهار والحب إن إحنا بقينا just one، واحد بس. أنا زائد أنت يعني أنا مش مهم، المهم أنت. يعني مثلا واحدة تقول لي شريك حياتها مش مهم أنا خالص، المهم أنت. أو واحد بيقول لي مراته مش مهم أنا خالص، المهم أنت. أنا زائد أنت بيساوي أنا زائد أنت، يعني معناها إن إحنا قصاد بعض. هايل هايل. والرابع، أنا زائد أنت بيساوي نحن. الثانية الصح، أنت. لا أنا بتكلم، ما تجيبتش سيرة الأطفال خالص. يبقى الأولى بقى، آخر كلام، واثق من نفسك. أنا لو مش كانت غلط همشيها صح عشان خاطرك، لأنك تعبت معنا. حضرتك مش هتقول حاجة؟ اختار. رقم اثنين، حضرتك مصمم على رقم أربعة، خلاص. أربعة متفقين مع بعض. ثلاثة، عايز حضرتك عايز التاني. هو عايز التاني، هو مقرر يعني مش بيختار، هو بيقول معلش أنا عايز التاني. طب تعالوا نشرحهم مع بعض. هتختاروا ما بين أنا أو نحن، صح ولا لا؟ ده الغالبية العظمى، وحضرتك أنت بقى يعني. لكن لو شرحنا أربع حالات هنوصل لحاجة مهمة جدا، تعالوا نشوف هنوصل لإيه. الحالة الأولى، أنا زائد أنت بيساوي أنا، هتحسها رومانسية شوية. فيش هنا ميوزك ولا حاجة؟ هيختاروها الرومانسيين، وده معناها انصهار طرف جوه التاني، وده خطأ، ده عكس الواقع. لأن لو تحولوا لشخص واحد هيبقى في طرف لاغي وجود التاني. ليه بقى؟ دول العلاقات اللي بتبدأ في الخطوبة، كل واحد بقى يعني يقولك احنا هنبقى واحد، وبعد الزواج أي علاقة أو أي خلاف بيننا هنصلحه مع بعض. وتلاقيهم هما الاتنين بيهتموا ببعض جدا
واول قبل ما تنام تطمن عليه، واول ما تصحى من النوم قولها اول ما تصحي تكلميني، كانها كانت نايمه على الهاي واي مثلا ولا حاجه. فهو نوع من الاهتمام اللي هو انا، وليه ده اسمه انصهار. طيب الحاله الثانيه، انا زائد انت بيساوي انت. واحد بيلغي نفسه قدام الطرف الثاني وهيتالي يتمادى في كسب رضاه على حساب نفسه، اللي هي حضرتك للاسف. انا بعتذر لك جدا، يعني معناها ان انا داخل القرار بتضحيه، وده معناها ان انا بلغي نفسي، ودي علاقه غير صحيه. انا اسف، يعني كان ودي ما اقولش كده. يعني المعادله الاولى في حد بيلغيك، والثانيه انت ايه؟ تلغي نفسك. قلتها وحدك اهو، شاطر. طب الثالثه، انا زائد انت بيساوي انا زائد انت، دي معناها ند الند حرفيا، ودي جوازه حق وحقك، ودي زواجه بتدمر البيت. تعالوا بقى، احنا لسه كل واحد في العلاقه بيدور على حقوقه بس، وما عندوش استعداد للتنازل عن حاجته، وهنا خرجوا عن مفهوم الحب والرحمه في الزواج. تعالوا بقى نشوف المعادله الرابعه الجميله الحلوه، انا زائد انت بيساوي نحن. دي الجوازه 100%، دي بتحفظ حقيقه ان احنا اتنين مش واحد، كل واحد فينا ليه حقوقه ومساحته واختلافاته، لكن برضه هم واحد. المفهوم الغلط اللي بيتم في الزواج ان بمجرد ما الواحد يتجوز تنعدم المساحه الشخصيه، وهي تساله رحت فين؟ جيت منين؟ اتاخرت ليه؟ وانت ما بتسالش. وطبعا طبيعه الراجل ان من لغات الحب عند الرجل الاستقلاليه، يعني لغات الحب عند المراه الحب والحنان والاهتمام، طبعا ده موضوع تاني. لغات الحب عند الرجل الاحترام، التقدير، الاستقلاليه، يعني ما يحبش حد يقول له رحت فين وجيت منين حتى لما يزعله. الست لو زعلت فتقول لك سيبني دلوقتي، فانت يا عيني غلبان تسيبها، ما تعرفش بقى ان هي ايه، تولع بقى في نفسها، تقول لك ما انا ما فرقتش معاك، ما هو انا كنت زعلانه وسبتني ازعل. فهي لما تقول لك سيبني اوعى ايه، سيبها. لما هو يقول لك سيبيني، سيبوه. ليه بقى؟ لان بعد كده هنفجر فيه. فانت عايز تريحها سيب، ما تسيبهاش. انت عايزه تريحيه سيبي، ده كلام واضح تمام. هتلاقي في العلاقه دي كل طرف حريص على التاني زي ما هو حريص على نفسه، بيفكر فيه زي ما بيفكر في نفسه. خدوا بالكم، وده اندماج وليس انصهار، وقام ودفء مش الغاء وسيطره. ندخل بقى في الموضوع بتاع النهارده اللي هو ايه، اللي هو انا مش فاهم نفسي. هو فين مش فاهم نفسي حضرتك؟ وديتها فين؟ ايوه شكرا كده. احنا نبتدي المحاضرة، اللي قلناه ده ايه؟ يعني تسخين عشان نبتدي ونستعد للمحاضرة. احنا ممكن نقلب، مش كده شغال؟ في داخل المحاضرة دي هحكي لكم قصة حقيقية معاشة في الزواج، هتخلينا شوية نفهم ان موضوع الزواج ده موضوع كبير مش موضوع صغير يعني. تمام؟ لا فيش مشكله خالص، احنا مفيش مشكله، انتوا كده كده بايتين النهارده، مش وراكم حاجه صح. بصوا لحد ما تقولي لي وقف، انا يعني برضو اكمل محاضره. لا وقف طبعا، اول ما تملوا بس. يعني لحد بس، ما هو يعني الفكره في فكره ايه، ان التوقعات اللي هي بنتخيلها في حياتنا هي اللي بندخل بيها الزواج، وده للاسف بيوقعنا في علاقات ان احنا ما بنعرفش ننجح فيها. طيب تعالوا نشوف، مش فاهم نفسي، مين فيكم فاهم نفسه؟ يعني لو انا سالتكم سؤال وقلت لكم مثلا تعرف لغات الحب عندك، يعني ايه مثلا الطريقه اللي انت تحب تتعامل بيها، او مثلا تفهم مثلا طموحاتك في الحياه، اهدافك، هل حاطط جولز، حاجات زي كده؟ انا عارف الاجابه. عشان اكون زوج او زوجه ناجحه او اب وام، لازم اكون فاهم نفسي الاول وفاهم وضعي ومشاكلي،
لأنك ممكن تتفاجأ أن أنت الطرف اللي بيبوظ العلاقة. عارفين الستات اللي دايما تنشر على الفيسبوك وتقول لك أن أنا السيء في رواية أحدهما ولا مش عارف إيه، وفي الآخر يعني هي فاكرة أن هي مظلومة وتطلع هي السيئة في رواية أحدهما، أو شخص يعني عايش دور المظلوم ويكون هو الظالم، أو كل واحد عايش باللوجيك بالمنطق بتاعه. يعني أقول لكم حاجة لطيفة، هل ممكن حد فيكم يقدر يقنع البقرة إن الموز أطعم من البرسيم؟ حد يقدر يقنع البقرة إن الموز أطعم من البرسيم؟ ليه؟ ما دقيتهوش؟ طب ما لو دقيته معاهم؟ متربط على البرسيم، فبالنسبة لها البرسيم أطعم حاجة في الدنيا. مش هتستوعب، قربتي. ايه تاني؟ يعني حد فيكم يقدر يقنع البقرة ان الموز اطعم من البرسيم؟ لا، مين قال ما عندهاش عقل؟ ماشي اوكي ما عندهاش عقل، بس الموضوع مش مرتبط بالعقل، هي منطقها والطعم اللي بتستلذ بيه بالظبط. شوفوا الاجابة النموذجية، هي بتستطعم البرسيم بس، مش محتاجة حاجة. يعني ان هي بالنسبة لها البرسيم هو الطعم واللذيذ، فكل واحد فينا بيستطعم الفكرة بتاعته، الموز طبعا يعني، وهي بالنسبة له تبدو منطقية جدا جدا، واللي خلفه في الرأي يبقى ده مش فاهم. فتلاقي الاتنين عايشين في صراع، كل واحد في اتجاه، وكل واحد مصدق ان هو ماشي صح، وممكن يكون هو اصلا ماشي غلط. عشان كده قال لنا في العلاج النفسي ان احنا عندنا 11 تشوه معرفي، مش كلنا عندنا ال 11 يعني، بس ممكن مثلا تلاقي 1 2 3، ممكن الست تلاقي عندها 15 فوق العدد يعني. يعني في كل دي ايه؟ اخطاء في التفكير احنا بنعالجها بعلاج اسمه CBT اللي هو العلاج المعرفي السلوكي. فكل واحد الاخطاء المعرفيه والفكريه بتكون اتخزنت نتيجه الخبرات السلبيه، نتيجة التربية اللي ترباها. يعني مثلا في مدرسة اسمها المدرسة السلوكية قالت لك ان السلوك اللي انت بتاخد عليه ريورد انت بتعمل ايه؟ بيستمر. السلوك اللي بتاخد عليه بانش بيتوقف. على سبيل المثال، انت وانت صغيرة ورحت في مرة نظمت الأوضة بتاعتك وروقتيها وحطيت دبدوب هنا وشوية ورد، ورحت لماما قلت لها تعالي يا ماما اوريكي انا نظمت الاوضه ازاي. راحت ماما قالت لك ايه؟ تعالى اوريكي الطريقه الصح اللي بتنظم بيها الاوضه، والمفروض تبقى مكانها هنا والمفروض تبقى مكانها هنا وكده. ده بانش ولا ريورد؟ بانش. فيحصل ايه للسلوك ده؟ يتوقف. بناء عليه يبدا الانسان يخزن في عقله الباطن حاجات تظهر فيما بعد، زي ما هنعرف بعد شوية. واحدة تايهة مش عارفة عايزة ايه في حياتها ومنتظرة شريكها اللي يهندل حياتها ويخطط لها وياخد لها القرارات، فهي مش هتلاقي اللي هي عايزة. يعني بتيجي البنت مستنية ان شريك حياتها ده هو اللي ايه؟ يدير الدنيا ويمانج الحياة والحاجات دي كلها، فما بتلاقيش كل ده. واحد محطم نفسيا ومنتظر واحدة ايه؟ اتنوروا وتحللوا مشاكله، فمش هيحصل الشكل ده. وده اللي بيحصل. يعني في واحد احيانا بيستني ان مراته تبقى امه، او مثلا واحده مستنيه ان جوزها يبقى باباها وهو مش باباها. وعلى فكره عايز اقول لكم ان احيانا البنت اللي تربت مثلا على يد اب قاسي، تلاقي مثلا بنت عندها 18 سنه وحبت واحد عنده مثلا 38 سنه او 40 سنه بالظبط، لان هي ناقصها عنصر الاب. عشان كده اول سؤال انا بساله لنفسي هو انا عايز اتجوز ليه؟ لو انا مش عندي اجابه للسؤال ده ما اتجوزش، لان النيدز هي اللي بتحرك الفيلينجز، الاحتياجات النفسيه اللي عندي هي اللي بتحرك المشاعر، فهي دي نيدز مش حب. عشان كده الناس مش عارفه الفرق بين الحب والاعتماديه والتعلق والحاجات دي كلها. يعني فهي حبت باباها، او تلاقي واحد مثلا هيتجوز واحده قد مامته لانه اتحرم من الام، فبيفتكر ان ده حب، هو بيفتكر ان ده حب يكون مصدق،
بمجرد ما يملك الشخص أو يتجوزه بيحصل بقى مشاكل كتير جدا يعني. فمن المهم أن أكون مدرك لنفسي ورغباتي واحتياجاتي ونقط ضعفي وقوتي. تمام؟ معظم الناس بيدخلوا الزواج هم تايهين وفاكرين ان هم هيحققوا ذاتهم بالزواج. هو الزواج يا جماعة بيحقق الذات؟ خالص. الزواج مش بيحقق الذات. مش هقول هو قال ايه. ايوة قال بيدمر الذات. اسم حضرتك ايه؟ حضرتك صح؟ خلاص مش مشكلة. هعديها لك. خصوصا البنات. البنات بتدخل الزواج بتوقعات عالية وتقول لك أنا جاي أحقق ذاتي وأهرماتي، وبعدين تتفاجأ بأنها بتحقق ذاتها في تغيير بامبرز، شغل بيت، قلة نوم، حاجات ما كانتش في خططها ولا كانت على البال ولا على الخاطر. بيحصل لها إيه؟ تروما. لأن هي داخلة بتوقع، عشان كده ممكن تكون البنت حاسة إن زوجها هو اللي مضيعها وهي مضيعه نفسها، لان هي التوقعات اللي في دماغها دي مش موجوده، لان هي داخله ان هي تحقق ذاتها في الجواز، فتقول لك ان انا جاي احقق ذاتي، وبعدين تلاقي ذاتها في ان هي بتغير بامبرز وان هي ما فيش نوم وحاجات زي كده، لا كانت على البال ولا على الخاطر. فتروح تعمل ايه بقى؟ تدور على حاجه تانية تحقق فيها ذاتها وايه واهرماتها. خليكم فاكرين الكلمه دي عشان هتتكرر معانا. تقول لك وريني مثلا الكارير ده هيعمل ايه، والشغل ده بيعمل ايه، والمشروع ده بيعمل ايه، وتدخل في سحله تانية جديده وتلاقي نفسها لا حققت ذاتها ولا ايه ولا اهرامات. برافو عليكم. ليه بقى؟ لان الانسان اللي ما بيكونش عنده شبع بذاته ومش بيكون متربي تربيه ايجابيه لا بيحقق ذاته في الجواز ولا بيشبع في الزواج. عشان كده احنا بنتغذى على خمسه حا احفظوهم. خمسة حا: حب، حنان، حضن، حوار، حزم. خمسة حا: حب، حنان، حضن، حوار، حزم. هشرح لكم الحب والحضن وهسيب الثلاثة التانيين. الحب ده معادلة، يعني هو الغذاء النفسي، مش احنا بنتغذى جسديا. الحب ده هو الغذاء النفسي، والحضن هو الانتيبيوتيك، المضاد الحيوي للألام النفسية والجسدية. في معادلة ان انت لو ما شبعتش بالحب وانت صغير، انت طفل محتاج للحب، فلو ما خدتش الحب وانت صغير لما تبقى شاب ناضج ما بتعرفش ايه تتبادل الحب، ولما تبقى اب وام ما تعرفش تدي الحب. يا اما تغرق ابنك بالحب نتيجة انك فقدته فتطلعه طفل مدلل فتبوظه، يعني كده مش نافع وكده مش نافع. هنا دخل الموضوع في علاج نفسي. ليه بقى؟ لأن معظم الأمراض النفسية مصدرها غياب الحب وغياب الأمان. كل الناس اللي دخلوا سجون، كل الناس اللي دخلوا إدمان، سببهم ومصدرهم الرئيسي هو إيه؟ غياب الحب والأمان. عشان كده الإنسان لما يغيب عنه الحب يقفل باب قلبه في وجوه البشر. عشان كده واحدة تقول لك هو فين الحب ده؟ ومين بيحب؟ وفين الأمان ده؟ دي عندها مشكلتين. مشكلة ان هي معقدة فبتعمل اسقاط على الحاجات اللي اتربت عليها. المشكلة التانية ان هي مش هتشوف الحب. ليه؟ لان الاتيتيود بتاعها مقرر ان مفيش حب، وبرضو هتعرفوا ده بعد شوية. الفكرة ان هنا الذات لا مش بتحقق بالزواج اصلا ولا بالطرق اللي في تفكيرك دي اصلا. تعالى نبتدي بالست. اكتر حاجة ممكن تعمليها مع نفسك قبل ما تطلبي من شريكك، والكلام ده موجه ايه للستات، صحتك يا حبيبتي مهمة. قلة نوم مع غذاء سيء يطلع لنا اكتر ست عصبية في الكوكب. دماغك فاضية طول اليوم مفيش حاجة بتعمليها، تبقى فرصة كبيرة للزوج والوساوس والافكار. تمام؟ يعني انت قبل ما انت تقولي، يعني تعالي جاوب على الاسئلة دي، لو لقيت ان انت الاجابات عندك ان انت مش عندك مشاكل من دول هتقولي وطلع لك عينه. لكن انت لو مش مظبطه دول يبقى المشكله ايه؟ انتك انت. طيب دي حاجه. بتقري بتسمعي ولا كله مسلسلات واغاني؟ عندك هوايات، لك اصحاب وقرايب وحياه اجتماعيه، بتحققي جزء من شبعك العاطفي من خلال علاقاتك المختلفه، صحابك، اهلك،
والاعتمادك الكلي على الزواجة دي. ليه بقى؟ أحيانا في واحدة بيبقى جوزها، بصوا للأسف في اختلاف بين طبيعة الراجل والست في الحب. الراجل لما بيحب بيحصل ان المرأة بتبقى جزء في حياته، لان حياة الراجل ادراج. يعني مثلا يسحب درج الشغل ما يعرفش يركز مع مراته، فيتقول له هو شغلك كل حياتك؟ لا، الراجل يستمد نجاحه وحياته من تو دو، الست تستمد حياتها ونجاحها من تو بي. يعني الراجل ينجح بره ينجح جوه، الست تنجح جوه تنجح بره. فاهمين الحته دي؟ يعني انت نجاحك في البيت لو زوجك مريحك هتنجحي بالبيت وبره البيت، هو لو حياته فيها خلل مش شغال هيعكنن عليك عيشتك. فهي هو بينجح من تو دو، هي بتنجح من تو بي، تمام؟ انما الست لما بتتجوز بيبقى الراجل هو كل حياتها، فهي بتفتكر ان زي ما انت كل حياتي انا هبقى كل حياتك. اقول لها للاسف سيكولوجية الراجل مش كده. طب تقولي لي هو غلط؟ اقول لك لا، سيكولوجيته يعني نفسيته هو كده، سلطاته بابا غنوجه، ربنا خلقه كده، هنعمل له ايه؟ هنعمل له حاجه؟ طيب طيب نفسيتك، هل شخص محبط على طول ومتذمر ولا ايجابيه وبتشوف الحلو قبل الوحش؟ كده الاسئله دي تجاوب عليها. متفقين؟ قبل ما نحكم على الاخر وشريك الحياه لازم نكون على قدر من السواء ومستقرين نفسيا وعندنا وعي كافي بنفسنا. يعني انا لو مش فاهم نفسي ما ينفعش احكم على شريك حياتي. وطبعا مش بقولك ان انت تكوني كامله ومش عندك مشاكل، لان ده مش هيحصل ابدا يعني، لكن تكوني مستقره وفاهمه نفسك على الاقل يعني. طيب تاني حاجه، السيلف اويرنس، الوعي الذاتي. الوعي مش معناه بس ان اعرف، لا، اعرف واطبق المعرفه دي، اعرف ازاي اضبط انفعالاتي، اكون واعي برجولتي كرجل وانوثتي كست. فاكرين الجزافي لما قالك الراجل راجل والست ست؟ على فكره المقوله دي بتاعته. ماذا يقصد بهذه الكلمه؟ خلي بالكم الكلام ده هو كلام العلم، ملوش علاقه بمجتمعات، ملوش علاقه بمجتمع مصر، ملوش علاقه بمجتمع امريكا، ده الكلام اللي بيتم تدريسه في الكتب في العالم كله. دي سيكولوجية الراجل اللي ربنا خلقها. مش تقليل، احنا متساويين في القيمة، متساويين في الحكمة، متساويين في الحساب، مختلفين في الأدوار، في طريقة التفكير، في طريقة التعبير عن المشاعر، في طريقة الإحساس. كل دي اختلافات بيننا وإيه وبين بعض. لو انت نشأت في بيت هادي ومثالي، اسأل نفسك هل ده كان سهل ولا كان راجع للبساطة اللي بينهم والمجهود اللي اتبذل منهم. طيب لو العكس، لو انت نشأت في بيت مش مثالي، هتعمل اسقاط على علاقتك الجديدة، وممكن تكون انت السبب في ان هي تضيع. ساعتها لازم تقول لنفسك شكل العلاقة الصحية ازاي، لانها هتبدأ ان انت تعمل اسقاط اللي اتعمل في الأسرة على حياتك إيه الجديدة. أول خطوة الوعي، سؤال أنا عايز إيه؟ ولما تلاقي إجابة على السؤال ده، الطرق الصح اللي أنتوا تدوروا بيها، الدورات التأهيلية للزواج، الكتب، الاستشارات الأسرية، المعالج النفسي، مش النت، مش جروبات الفيس. تلاقي واحدة وتقول لهم يا جماعة جروب مثلا، يقول لك تجمع مليون مسيحي حول العالم، واحدة تبعت مشكلتها، جماعة أنا حصل معي مشكلة مع جوزي، وتلاقي جالها 100 كومنت ولا واحد فيهم فاهم، كل واحد بيقول لها تجربته الفاشلة. مفيش واحد هيقول تجربة ناجحة، هيرد عليها دكتور نفسي في الكومنتات، مش هيرد عليه، فبيعمل عليها إسقاط للتجارب الفاشلة. طيب تعالوا نقول إيه الجوانب اللي بتأثر على الزواج. أول حاجة الظروف، يعني فقر شديد، غنى رهيب، شغل فيه سفر باستمرار، عندنا شفتات سهر كتير، واحد مسؤول عن والدة مريضة، أبويا وأمي إخواتي، كل ده محتاج إن أنا أكون مدركه.
يعني كل ده لازم أكون فاهمه وعارفه. السبب الثاني ضبط الاضطرابات النفسية. خلي بالكم أخطر حاجة في الزواج ومنتشرة جدا هي الاضطرابات النفسية. هقول لكم مثال قوي جدا على الاضطرابات النفسية موجود في كل البيت. ده مش شيء نادر للأسف، هو الأكثر شيوعا، أكثر أسباب فشل الزواج وعدد الأمراض النفسية بيزيد بشكل رهيب. 83% من المصابين باضطرابات نفسية مش بيتعالجوا منه بعد الزواج، ومش بيكونوا مدركين ان هم عندهم مشكلة نفسية، بيكون عندهم ديناي. يعني 83% من زي بتقولك I can't fix him. فيكس مين يا ماما؟ فيكس نفسك الأول. فهم فاكرين ان هم انا عايز اقول لكم ان 83% من الاضطرابات اللي انت مش بتكتشفيها وهو مش عارفها عن نفسه بتزيد بعد الزواج. اولا الوسواس اكتر مرض موجود في البيت. اضطراب بيتعب مئات البيوت. وسواس الدقة، شوفوا خدوا بالكم، وسواس الكمال، وسواس النظافة. بتلاقي شريك عايز كل حاجة بالمسطرة والقلم ومكهرب كل البيت معاه، وعايز حد كامل وعنده مبالغة رهيبة وتفسير أمور كتير على مزاجه، وهو مش عارف إن ده اضطراب وهو مريض نفسي ومحتاج يتعالج منه أصلا. يعني الست اللي بتكهرب البيت كله، إيه ده انتوا وسختوا السجادة وعيالها؟ آسف إن أقول لكم، بتدمر العيال. الدقة والمثالية بيطلعوا أولاد مشوهين نفسياً، مضطربين نفسياً، وأحياناً منحرفين، لأن التربية البرفكشنزم المثالية بتؤدي إلى العكس. فهو بتبقى عندها وسواس النظافة، يعني بتلاقي إن هي بتكهرب البيت كله، وده مرض، ده اضطراب شخصية. خلي بالكم، واضطراب الشخصية أصعب من المرض النفسي، لأن اضطراب الشخصية ده نمط في الشخصية. تاني حاجة الصورة الذاتية، صورتنا قدام نفسنا وتصورتنا عنها، ده بيأثر على اختيار شريك حياتك وعلى الطريقة اللي بتتعاملوا بيها وشكل علاقتكم هيكون ازاي. لأن الصورة الذاتية بتأثر على رؤيتك لنفسك. يعني ممكن واحدة تكون مش بتحب نفسها، فطول الوقت تفتكر ان جوزها مش بيحبها وتقول انت بطلت تحبني، انت اتغيرت. ليه؟ لأن صورتك الذاتية عن نفسك مشوهة. فطبعاً دي لازم تتعالج ثانياً. وعشان نعرف الصورة الذاتية عن الشخص لازم نعرف بيئته وأهله وتربيته. عشان في ناس تقولك أقولك إيه، أنا هاخد البنت بس، أقولك إيه أنا هاخد الولد بس. للأسف النشأة والتربية يعني فيما بعد بتعرفكم إن أنتوا اخترتوا غلط. خبراته، تجاربه اللي مر بيها هي عدت بس متخزنة جواه. يعني واحد يقول لك أصل هو مدمن بس تعالج، هو ما زال مدمن، هو ممتنع. واحد كان ليه علاقات كتير هو بس متوقف. المشاعر دي up to down. هقول لكم مثال، لما تروح مثلا تاخد واحد مدمن وتوديه عند رجل دين وأب كاهن وتقول له أبونا أو إن فلان ده مدمن وإحنا حاولنا معاه كتير وي وي وي، يجي أبونا يستخدم اللي هو الجانب الديني، يقول له يا ابني عشان ربنا وعشان صحتك وعشان ولادك وعشان جسد هيكل الله ومن يفسد هيكل الله، قول كلمتين دول. يعمل إيه الولد الشخص ده؟ بكلمكم بقى كدكتور نفسي، على فكرة ممكن يبطل. ليه بقى؟ يحصل عنده حاجة excited، مثير. المثير ده يأثر فيه يومين، ثلاثة، أربعة، خمسة، أسبوع، شهر، ثم يرجع أربع أضعاف. لأن المثير العاطفي بيخليه يحصل إيه؟ ينتكس أكتر. هنا الموضوع فيه علاج نفسي. عشان كده المشاعر up to down. عشان كده لما يطلع المدمن يقولك أنا استحالة أرجع تاني للإدمان، تعرف أنه هينتكس، هيرجع تاني للإدمان. البالانس، أو واحد خايف ومرعوب فيرجع تاني للإدمان. هنا الموضوع علاجي بحت. عشان كده الخبرات والتجارب، يعني زي أب بيهين بنته طول الوقت، أم متحكمة ببنتها طول الوقت بتقلل منها،
فيجي الولد حس ان هو بيغيرها، ما عرفش ان ده متخزن فعله الباطن هيدفع ثمنه. ليه؟ الاهانات دي بترسم صوره للبنت مهزوزه عن نفسها، بتكون كارهه لانوثتها، كل ده هياثر على حياتها وزواجها. تمام؟ هنا بقى المفاجاه ان احنا مش دايما بندور على شريك عكس التجربه السيئه اللي مرينا بيها، لكن احيانا بندور ونختار حد بنفس النموذج بالضبط، وده بيحصل بدون وعي مننا. يعني احيانا البنت تقول لك انا خايفه اخد واحد زي بابا فاسوته وطبعه، تروح عقلها يجيب الصوره بتاعت بابا وتاخده بنفس القسوه. تعرفوا ازاي ولا صعبه دي؟ عاد تاني هتجيبها؟ يعني ازاي العقل بيجيب ويعيد ويكرر نفس التجربة السيئة؟ بيكرر نفسه. أول جزء إن الإنسان اللي بتقول لك هسأل بنت سؤال، في بنت هنا ما اتجوزتش أو ولد ما اتجوزش؟ مفيش؟ بس مش من الأطفال يعني، حد كبير. وحد يقول لي إيه الصفة المهمة اللي بتبحثي فيها عن شريك حياتك؟ ولا مفيش؟ ده صغير ولا احنا عايزين حد كبير؟ طيب. طب خلاص هقول لكم، انا هفترض واحده قالت الحنيه. الصفه دي هي حلوه جدا وكويسه جدا، بس طلب الشخص الحنيه ممكن يخليه يتوهمها. ايمجن، يحصل ان هو ايه؟ يتخيلها. ازاي؟ واحدة تقول لك هو قاسي بس قلبه طيب، تقول لك هو مدمن مخدرات بس جواه بذرة كويسة. فيروح يعمل ايه؟ تقنع نفسها، ده لسه هجاوب تاني، بان نفس التجربة دي انه في حتة الحنية هي اصلا مش موجودة فيه، بس عقلها يجيب نفس التجربة. لان في مرحلة بيحصل فيها تشوه في تصوراتنا نفسها وتفاعلنا مع الأمور. شوفوا بقى القصة دي اللي هنختم بيها، هي تجربة ممكن تلاقي أنت نفسك عشتها أو تلاقي نفسك أنت نفسك عشتيها، ودي هنختم بيها التجربة دي. هنفترض أن اسمين، تبدأ المشكلة بشكوى نيفين أن سامي مش بيحترمها ولا بيقدرها، وأن عمره ما فكر يجيب لها وردة أو يعزمها على شاي على النيل مثلا، او في سكس فلاجز مثلا عشان احنا هنا في امريكا، او قهوه في حته بعيده. خلاص احنا عارفين القصه اللي احنا ماشيه معانا، اللي هي سامي ونيفين. المشكله ان نيفين بتقول يا جماعه ان سامي ده مش بيحترمني ولا بيقدرني، وعمري ما فكر حتى يجيب لي ورد، هات لها ورد يا ابراهيم، مفيش ورد يا ابراهيم، او حتى فكر انه يعزمها على شاي على النيل. وان نيفين محتاجه منه انه يعبر لها عن حبه، وان ده بيفرق معاها جدا. وبتقول في مره لما حكيت له عن الصعوبات اللي مرت بيها في طفولتها والاساءه اللي تعرضت ليها من مامتها، هي بتحكي له ما تعاطفش معاها خالص، ورده كان في منتهى الجفاف، قال لها ما تتوقعيش مني ان ادلعك، وكمان مشاكلك تافهه وانت ما تعرفيش يعني ايه مشاكل حقيقيه. التجربة دي أنه هتلاقوا نفسكم إن أنا إيه؟ كأني بتكلم عن حد فيكم يعني. فإذا نيفين بتقول مشكلتها بتتلخص إن هي محتاجة إن هو يعبر لها عن حبه بس، إنه يجيب لها وردة. وإن هي في مرة جت فضفضت له قالت له إن أنا يعني عندي مشكلة في تربيتي وطفولتي، ما تعاطفش معاها، قال لها أنت ما تعرفيش يعني إيه مشاكل، وإن مواضيعك كلها تافهة زيك. تبدأ نيفين هنا تتكلم عن رعبها إنها تعيش نفس التجربة والتعب اللي عاشته مع أهلها مع جوزها. واخدين بالكم اللي أنا قلته من شوية؟ إن هي بتبدأ تقول يا جماعة أنا عندي رعب إن أنا هعيش نفس التجربة وأطلع من مش عارف نار مين لجنة مين والكلام ده. طيب، وإنه رغم إن أوقات كتير بيحاول يطمنها لكنها برضو مش بتطمن. بتقول انها حاسه ان عمرها ما هتعيش سعيده في حياتها،
واتكتب عليها الشقة والتعب. خدوا بالكم من الحتة المكتوبة بالخط الأسود ده، إن هي بتقول أنا حاسة إن أنا مش عارف أعيش سعيدة، ونتكتب عليها الشقة والتعب. وهنا الجملة دي مؤشر خطير جدا عن نفسية نيفين أصلا ونظرتها للحياة وعن حالة الجواز كلها. يعني الجملة دي بس اللي قالتها إن هي حاسة إن عمرها ما تعيش سعيدة في حياتها واتكتب عليها الشقة والتعب، دي ملخص حياتها، دي تجربتها وده فكرها. تمام؟ نيفين بتقول لما سامي بيتأخر عليها حاجة بسيطة في معاد بينهم، كان هو بيشوف إنه خلاص ما حصلش حاجة، في حين إن هي بتشوف إن دي إهانة كبيرة ليها، غير إن هي حاسة إن هي مهانة طول الوقت في حاجة تانية. يعني هو لما بيتأخر عليها بيقول إيه يعني لما أنا أتأخر عليك؟ هي بتحس إن دي كارثة ودي مصيبة وإن دي إهانة كبيرة ليها، غير إن هي حاسة إنها طول الوقت إيه؟ مهانة. طيب بصوا بقى التحليل النفسي بقى. الموضوع هنا ان نيفين اتعرضت للاهانه في نشأتها، عشان كده حاسه انها مهانه طول الوقت، عشان كده الموضوع كان حجمه وتقديره مختلف عندها، وان هي عندها حساسيه زياده لاي اهانه. عارفين في اشخاص بتبقى سنسيتيف شويه. الانسان في حاجه اسمها ارتباط شرطي، يعني ممكن واحده تكون بتحب شخص قبل ما تتجوز بيه او قبل ما ترتبط بيه وعايزه تسيبه طول الوقت، وفجاه هو يسيبها تتقطع حتت من جواها، رغم ان هي عايزه تسيبه. ليه؟ مش وجعها ان هو سابها، وجعها احساس الرفض، لان احساس الرفض ده سمع في احساس رفض قديم. عشان كده ممكن جوزها يتعصب عليها عصبيه عاديه، يعني تقول لك ايه ما تعصبش عليا. ليه؟ عشان هي عندها باد هيستوري من نفس التجربه السيئه، فهي دلوقتي بتعمل ايه؟ بتعيد التجربه بعقلها مع ايه؟ مع جوزها. نيفين كانت بتترعب لو شافت خطا او ضعف في سامي حتى لو كانت حاجه تافهه، وكانت بتضخمها جدا وهو مش فاهم ردود افعالها، بيقول لها انت بتضخم الامور وكده. طب ليه بتخاف من ضعف سامي؟ لان هي شايفه نفسها اضعف من انها تسند على نفسها، فهي مش متقبله ان هو كمان يكون عنده ضعف اصلا، وده خطا عندها. احيانا الست بتتوقع ان جوزها ما ينفعش يضعف وما ينفعش يغلط، تعرف ان هي ضعيفه من الداخل، فهي مش قادره تشوف ان هي ضعيفه. الضغوط اللي عاشتها نيفين بتخليها داخل الجواز بطاقه شبه منعدمه، فمش متخيله اي حاجه ممكن تحصل. طب هل الطرف الثاني سوي اللي هو سامي؟ هل ما عندوش مشاكل نفسية؟ بالتأكيد عنده مشاكل نفسية. سامي كان فاكرها ان هي نكدية ومعكنين عليه حياته، وهو مش فاهم البلاوي السوداء اللي جواها. نيجي بقى لسامي. لما نيفين ضغطت عليه باللوم في مرة بشكل كبير، انهار قدامها وقال لها انت ما تعرفيش مدى الفشل اللي انا حاسس بيه في حياتي. وهنا بقى ملخص حياة سامي في الجملة دي ومؤشر كبير على نفسيته. سامي قاعد يعيط قدامها بشكل هستيري، وقال انه محتاج حد يحس بيه ويقف جنبه. وهنا بقى احنا قدام طرفين بيصرخوا بقوة في نفس الوقت، ومحدش فيهم سمع التاني، قدام طرفين محتاجين مساعدة ودعم. معظم المشاكل النفسية بتبقى وراها باد هيستوري. معظم مشاكل الزواج، انا عايز اقول لكم اخر نسبه احصائيه في مركز الاحصاء والتعبئه في مصر كانت 44% طلاق في اول سنتين زواج، وده نتيجه ان اول سنتين اول ما بتظهر الاضطرابات النفسيه بيحصل ايه؟ هما الاثنين بيفشلوا. للاسف محدش فيهم فاهم هيقدر يقدم المساعده والدعم بالوضع اللي هو فيه. سامي حياته اتلخصت، انا بحكي لكم بقى الايه التشخيص النفسي دي الخلاصة. سامي حياته تلخصت في سلسلة من اللوم من أهله، تحملهم ليه مسؤوليات ضخمة وهو عنده 10 سنين عشان يكون مسؤول مع بابا عن البيزنس بتاعه، لحد ما سامي نهار قدام توقعاتهم العالية ولومهم المستمر ومعاش طفولته، فقرر في العشرينات أنه يتمرد على أهله ويسيبهم. خلي بالكم الإنسان اللي ما بيعيش طفولته بيكون عنده مشاكل نفسية.
طيب، نيفين عندها شعور بالنقص وعدم الاستحقاق، وهو عنده شعور بالتام بالفشل والنقص. فبناء بيت مستقر وسوي نفسيا من نفسية نيفين وسامي من رابع المستحيلات، حتى لو دخل فيها أي حد. لو هما الاثنين ما تعالجوش نفسيا، هما الاثنين مش هتعالجوا للأسف. يعني كل واحد فيهم بالضغوط اللي مر بيها مش قادر إلا أنه يكون منحصر في ذاته، وكل ما الطرف الثاني بيعلن احتياجه بيحصل خناقات بينهم، لأن هما مش قادرين يشوفوا بعض. عشان كده بتلاقي الناس لما يجوا يصفوا الخلافات اللي بينهم يعملوا ايه؟ يتخانقوا اكتر، لان كل واحد بيعبر عن احتياجه والتاني مش فاهم الاحتياج بتاعه. ليه؟ لان هم شايفين ألمهم بس واحتياجهم وخوفهم، وده مش هيخليهم يشوفوا بعض. الاحتياجات دي لو ما اتحققتش بعد الجواز، قبل الجواز، مش هتتحقق بعد الزواج مهما حصل. تقديرك لذاتك واحترامك ليها وحبك ليها لو مش نابع من نفسك، عمر ما هيكون كلام الآخرين يحققه أو يشبعه. حتى لو جوزك قالك بحبك وانت تربيتي تربية سوية، مش هتصدقين، لأنها تفضل طول الوقت عندك صغر نفس. طب هم محتاجين ايه؟ أول حاجة يستقروا نفسيا، وبعدين تصوراتهم الغلط تتصلح. عشان كده لما بنعالج اتنين في الماريج كونسلينج، في الحاجات الزواج والحاجات دي كلها، الاول بنعالج الزوجة لوحدها والزوج لوحده لحق، وبعدين نجمعهم مع بعض. لان هي بيكون عندها اضطرابات نفسية احنا ما بنقولهاش عليها، هو بيكون عنده اضطرابات نفسية ما بنقولهاش عليها، وبعدين نجمعهم مع بعض بعد ما هما الاثنين يكونوا ايه؟ اتعالجوا. يعني طبعا محتاجين زي ما قلت لكم يعالجوا مع معالجين نفسيين. المشكلة إنه كل واحد بيدخل الجواز فاكر إنه هو يساعد التاني، لكن للأسف هما الاثنين بيقعوا. طيب آخر حاجة عايز أقولها لكم، أي اثنين عندهم اضطرابات نفسية بيفرقعوا في وشه بعض. آخر حاجة، الزواج مش مصحة ولا مؤسسة علاجية. افهموا نفسكم وقدروها كنفس مكرمة من لحظة خلق ربنا ليها، ولازم يكون عندنا وعي ذاتي بنفسنا ونتصالح معاها قدر الإمكان. يعني احنا لو ما كناش اسوياء نفسيا مش هنتعالج نفسيا. احيانا الام تقول لك انا مش مهم ذاتي دلوقتي، المهم ان انا احب ولادي واديهم كل حاجه. عايز اقول ان الانسان اللي ما بيعرفش يحب نفسه غير سوي نفسيا. يعني انت لو ما حبيتيش نفسك الاول مش هتحب ولادك، ولو انت ما حبيتش نفسك الاول مش هتحب مراتك ولا ولادك. فاحفظوا الكلمتين دول، الذي يفتقد للحب هو مريض نفسي. يعني انت لو ما عرفتش تحب نفسك اولا انت مريض نفسي، ومش هتعرف تدي الحب للاخر. بالظبط، فكده مش هتعرف تدي الحب للاخر. انا كده خلصت، بشكركم. لو انتوا عايزين تسالوا اي اسئله يعني يبقى ايه، تتفضلوا اتعالجوا. بيقول عملت ايه مع سامي ونيفين؟ تعالجوا. مفيش حد بيجي في على فكره العلاج النفسي بيسموه العلاج الذي لا يخطئ، يعني لازم يجيب نتيجة. يعني بيسموه العلاج الذي لا يخطئ لأنه دايما بيجيب نتيجة حتى لو نتيجة بسيطة. يعني فحد عايز يسأل أي سؤال؟ في حد اسمه سامي أو نيفين هنا؟ مفيش، الحمد لله. يعني كده أنتوا إيه ما شاء الله، كده أنتوا مش محتاجين أي ولا أنتوا عايز تكتبوا. ماشي، الفكرة زي ما قلت لكم، اللي احنا لازم نعرفه ان كل واحد فينا متخزن جواه حاجات ما طلعتش. الحاجات دي لما بتطلع بيبدا يتعالج نفسيا. وعشان نفصل عشان انت تفصلي انت صح، او انت تفصل عشان انت الصح، ما ينفعش كل واحد فيكم يفصل. لان زي ما قلت لكم المثل، ان هل حد يقدر يقنع البقره ان الموز قطع من البرسيم؟ فالفكره بتاعتك هي منطقيه بالنسبه لتربيتك وتفكيرك، لكن مش انت اللي تجزمي او تحكمي ان هي منطقيه. واحده بتسال سؤال جميل جدا، بتقول كيف احب نفسي؟ بايه؟ ماشي، تصالح مع ربنا وتصالح مع النفس. هقول لكم حاجه، يعني حب النفس دي سؤال مهم جدا. احب ذاتي يعني اكون متصالح مع عيوبي، وبعد كده قبل عيوبي مميزاتي.
هقول لكم نقطة مهمة جدا. لما يجي إنسان يعيش حالة حزن ويفضل طول الوقت يقول لك وانا حزينة ليه؟ وانا مزودها ليه؟ ده يؤدي إلى المزيد من الحزن، لأن عدم قبول الحالة اللي أنا فيها يؤدي إلى إيه؟ إن الحالة تزيد. فحب نفسي يعني أتصالح مع نفسي وسامحها، أسامحها على الماضي، وأعرف إن إحنا اتولدنا عشان نغلط ونتعلم من غلطنا. الإنسان اللي بيأنب ضميره باستمرار، يعني دايماً الناس اللي بتأنب ضميرها وبتحس بلوم النفس وإحساس الذنب، هؤلاء هم المرضى النفسيين الحقيقيين. أكتر ناس بتجلد ذاتها هي أكتر ناس مريضة نفسياً، عشان تبقوا عارفين. ودول اللي تربوا على زمان على نمط من أنماط التخويف. عارفين زمان كانوا بيصوروا لنا ربنا في مدارس الأحد على أن أنت منفعش تعمل كذا، وربنا يزعل منك، وربنا يوديك النار. فده تخزن جوانا بلوم نفس وتأنيب ضمير، فده يؤدي إلى إيه؟ مرض نفسي. أحب نفسي يعني أديها وقتها، وديها راحة أوقات كتير، وديها أنها تفصل من كل مشاكل الحياة، وديها فترة أن أنا أقعد مع نفسي ما بعملش أي حاجة خالص. يعني ممكن الست لما تقعد في البيت ما تعملش حاجة تتضايق جدا، تلاقي مثلا عملت البيت كله وسابت المطبخ تنام متضايقة أن هي ما عملتش المطبخ. طب ما أنت عملت البيت كله. لكن دي اسمها ايه؟ خدوا بالكم، ده من ضمن اخطاء التفكير، اسمها فلترة عقلية. ان عقلك بيفلتر كل حاجة ايجابية عملتيها ويكبر لك الحاجة الناقصة. فدي من ضمن اخطاء التفكير اللي هي الفلترة العقلية. فتلاقي عقلك رح كبر لك الموضوع، المطبخ المطبخ، فتلاقي نفسك دخلت في اكتئاب. ده عدم حب للنفس عادي. وجزء يقول لها يعني ايه المشكلة لما انت هتقدرينا ليه وتعكنين علينا عشان المطبخ؟ بكرة يتعامل ما حصلش حاجة. فنوع من حب النفس هو ان انا اقبل نفسي، وان انا اديكم تدريب حلو. اكتب 3 اهداف قصيرة المدى عايز احققها، وثلاث اهداف طويلة المدى عايز احققها. قصيرة المدى مثلا هنزل جيم، هروح مثلا رحلة، هروح تايلاند، هروح اي مكان. بعيدة تايلاند؟ اه بلاش تايلاند، اروح المالديف، اروح مصر طبعا. فاكتب وثلاث اهداف طويلة المدى، حاجات يعني عايز اعملها فيما بعد. حضرتك تمام، 5 حاجات يبتدوا بها. اقولهم تاني يعني: حب، حنان، حضن، حوار، حزم. لا لا لا، ده كلام علمي، انا بقولش هنا وجهة نظري خالص. هو دي حاجات تربوية اساسية احنا بنتعامل بيها، لان ده بينشأ بيها تكوين الانسان النفسي. يعني انا علشان انشأ اي تكوين نفسي لازم دول الحاجات الاساسية اللي بينشأ بيها الانسان، فهم اساسيين. لان مثلا النيدز عند الستات، الحضن ده في حد ذاته بيفرز عندنا، احنا عندنا كام هرمون للسعاده؟ حد يعرف يقولهم لي؟ اللي يقول لي 4 هرمونات السعاده ياخد جايزه، مش انا الاجتماع يجيب له جايزه. الدوبامين، بس يقول لي 4، انا عارف ان انتوا هتجيبوا الدوبامين. انا هجاوبك من خلال الهرمونات دول: الدوبامين، السيروتونين، الاثنين التانيين مش هتجيبوهم، انا عارف. 4 هرمونات للسعادة: سيروتونين، دوبامين، اندورفين، اكسيتوسين. السيروتونين هو الهرمون بتاع العطاء، وده هرمون السعادة. الدوبامين هرمون اللذة. فالسيروتونين هو الهرمون اللي أنا لما بدي للآخرين بفرز هرمون السيروتونين فبحس بسعادة. الدوبامين هو هرمون اللذة، بيزيد في العلاقات العاطفية، في الأكل، في الشرب. فتلاقي أنت لما تأكل مثلا أكل حلوة تلاقي الدوبامين إيه رفع عندك. عشان كده الناس اللي بتاخد مخدرات ده بيرفع الدوبامين، بس بيعمل إيه؟ إنكريز دوبامين يجيب سكيزوفرينيا، يجيب مرض عقلي. عشان كده الناس اللي بتاخد حشيش وحاجات زي كده بيجي لهم هلاوس وضلالات، لأن البالانس بتاع الدوبامين لو قل يجيب ديبريشن، لو زاد يعمل ديلوجنز، يعمل ضلالات. الاكسيتوسين هو هرمون الحب والحنان والحضن.
لما واحد يحضن مراته فتحس باكسيتوسين اتفرز في جسمها فتحس بارتخاء. لما تحضن ابنها وبيتولد الهرمون ده مع الست لما تجيب بيبي بتفرز هرمون الاكسيتوسين اللي هو هرمون الحب والحنان والحضن. عشان لا بيكون عندها الهرمون بس بيزيد اكتر. الست كلها هرمونات. هو حد حاجه تعبانه في الدنيا غير هرمونات الست؟ الرابع الاندورفين. من خلال ايه؟ يفرز الاندورفين من خلال الضحك والرياضه. يعني لما تضحك نص ساعه او لما تلعب رياضه نص ساعه يفرز الجسم هرمون الاندورفين. احنا محتاجين الاربع هرمونات دول. هل في اكل بيزود هرمون السيروتونين والدوبامين؟ اه، شوكولاته وخصوصا الدارك، العسل النحل، المكسرات، المحشي. هو بيفرز حاجات تانية غير الهرمونات. طب في اي اسئلة تانية عشان كده؟ نعم. لا للأسف لسه ما دخلنا في المحشي كده. يلا عشان في كبدة مستنيانا. ما في كبدة يا جماعة خلاص. في طب سؤال بتسأل الفرق بين المشكلة الزوجية من المشكلة النفسية. المشكلة الزوجية مصدرها نفسي، بس مفيش حاجة اسمها مشكلة نفسية، في حاجة اسمها disorders. disorders يعني اضطرابات نفسية. فالاضطرابات النفسية لو ما تعالجتش هي اللي بتظهر بعد الزواج. عشان كده في الناس بتقولك ان الشخص ده بيتغير بعد الجواز او بيعقل بعد الجواز. لا، هو بيزيد المرض بعد الجواز، لان الزواج بيظهر طبيعة احنا مش عارفينها عن نفسنا. يعني هو بيظهر اضطرابات هي كانت مخفية فبتطلع على السطح مع الزواج. عشان كده الاضطرابات النفسية هي المصدر الاول. عشان كده ممكن يجيلنا اتنين واصلين لمشاكل كبيرة جدا بمجرد ما تتعالج المشكلة النفسية حياتهم تختلف تماما. تلاقيهم كانوا واصلين لمجلس كليكي وكانوا هينفصلوا، ولما تعالجوا نفسيا المشكلة اتحلت. فهي كل شيء في الحياة مصدرها نفس. عايز اقول لحضرتك حاجة، الأمراض العدوائية في حاجة اسمها سايكوسوماتيك، أمراض نفس جسمية. الجسم بيمرض نفسياً فبيعمل ردات فعل جسدية. فتخيلوا أنه 90 من 85 إلى 90% من الأمراض الجسدية مصدرها نفسي. يعني الألم المفاصل والعظام والقولون العصبي والجهاز الهضمي والحاجات دي كلها مصدرها نفسي. يعني الانكزايتي القلق يخلي المعدة ويحصل لك حرقان في المعدة ويحصل مشاكل ويحصل إمساك، والتفكير الكتير بيعمل تساقط في الشعر وبيعمل ألم في المفاصل، وفي حاجة اسمها بروكن هارت سيندروم، الزعل الزيادة بيضعف عضلة القلب فبيضعف ضخ الدم على عضلة القلب. ففي واحد بيقول مثلا مات فجأة بسكتة قلبية، هو ما بيكونش مات بسكتة قلبية، بيكون حاجة اسمها بروكن هارت سيندروم، إنه تعرض لزعل فعضلة القلب ضعفت فمات. فموضوع كبير جدا، موضوع النفسي هو مصدر كل حاجة في حياتنا. عشان كده الإنسان السوي نفسيا هو اللي سوي فعلا. والإنسان اللي بيعترف أنه عنده مشكلة نفسية ده كويس جدا، ده وصل لمستوى عالي. حضرتك كنت تسألي سؤال كمان؟ الحزم. طب حاضر. هو الحزم في التربية بمعنى إيه؟ الإنسان بيتكون بجزء من الحزم. يعني زي على سبيل المثال ابنك الصغير، ابنك الصغير بيكتسب السلوكيات منك انت. لما هو مثلا يكون عايز حاجه معينه وانت رافضه تديها له، فيبدا الولد يعمل ديفنس ميكانيزم، يبدا يرمي نفسه على الارض عشان انت تجيبها له. لما تستجيبي للسلوك، السلوك اتخزن عند الولد عشان تغيريه ياخد على الاقل 6 شهور. فبتعملي ايه بقى؟ ان انا بسيبه خالص، ما بعلقش معاه خالص واسيبه يرمي نفسه، ما اقولوش هتبوظ الهدوم، لان كده انت اديتيه ايه؟ تفاعل، اكشن، انت كده بتتفاعلي معاه. وبعد ما بيبطل السلوك ده بساعتين تيجي تقول له تعالى، الطريقه اللي انت اتعاملت بيها دي طريقه مش صح، ولو انت كررتها تاني انا برضو مش هستجيب. فده نوع من الحزم، بس انا ما اقولوش كده اثناء ما هو ايه بيعيط وبيصوت، لان ساعتها مش هيستجيب ويبقى كده انت ضعفت قدامه. كمان الولد ذكي، لو انت قلت له على حاجه لا
يروح لبابا او يروح لتيتا. الصح هنا اعمل ايه؟ لو ماما قالت لا، الاب يقولوش لا ولا يقول له اه، يقول له هي ماما قالت ايه؟ قالت لا يبقى لا. او يقول له طب تعالى نقنع ماما انها تقول اه. يبقى هنا احنا الاثنين عاملين ماتشنج. في ناس تقول لك واحد يشد والتاني يرخي، ده تبويز للعيال. احنا الاثنين بنشد وبنرخي في نفس الوقت. لا انا بقول كده او العكس، ما اقصدش ان ده على سبيل المثال، سواء من هنا او من هنا. ما هو لو راح للاب الام هتعمل نفس الموقف، وقال الاب لا فيروح لمامته. فهو الفكره لازم يعرف ان البيت فيه توازن، مش واحد قائد الدفه.